اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا بحلقه جديده من قد التحدي. ضيف حلقتنا لليوم يعتبر من اهم اللاعبين في الساحه الرياضيه، جمهوره الفلسطيني اطلق عليه لقب نيمار فلسطين. صاله جال في الملاعب كتير وحقق القاب عديده مع انديه مختلفه ونال فرصه الاحتراف الخارجي في الاردن والمغرب. خلونا سوا نرحب بضيف حلقتنا لليوم. كابتن احمد ماهر، اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا. يعني مثل ما بنعرف انت معروف على المستوى المحلي والمستوى العربي، ونلت فرصه الاحتراف برضه مع ناديين مختلفين، يعني اكيد معود فينا نحكي على التحديات، واليوم مثل ما بتعرف اياد ابو غرقود نقل لك التحدي لتكون معنا لليوم. شو بتحب تحكي لاياد؟ بحب احكي لاياد ابو غرقود الكابتن حبيبي، يعني وجه له كل التحيه. انا قد التحدي واستناني، حنشوف هلا اذا حتكون قد التحدي او لا. انا جاهز. كابتن اهلا وسهلا فيك من جديد. اهلا وسهلا. مثل العاده لازم بالبدايه اخبرك شو شروط اول فقره معنا. اول فقره معنا 10 اسئله موجهين لك من جمهورك، بحال انت اعتذرت عن اي سؤال حضر اني اعطيك بطاقه صفراء يلي بتحمل معها تحدي. جاهز الامور؟ تمام. اول سؤال بيحكي، مين افضل لاعب مر عليك في تشكيله المنتخب؟ عبد اللطيف البهدار. ثاني سؤال بيحكي، خلال احترافك مع الوحدات في اقاويل بتحكي انه بعض اللعيبه كانوا مستقصدين ما يمرروا لك الكره. لا صراحه كانت فتره الوحدات فتره صعبه على الجميع حتى على النادي، يعني ما كانش ضدي، بالعكس كان كل الشباب مناح معي وانا انبسطت بهي التجربه حتى لو كانت قصيره. يعني ننتقل للسؤال يلي بعده، حتى اللحظه اي مرحله كرويه بتعتبرها كانت الافضل بحياتك؟ صراحة تقريبا يعني أفضل مرحلة كانت في حياتي في تتويج نادي شباب الظهرية في 2013 ببطولة الدوري لأول مرة بتاريخ الظهرية، هي كانت من أفضل المراحل بحياتي. يعني ذكرى حلوة بنفسه بقى، تركت بصمة ما بنساها نهائيا. أوكي. السؤال يلي بعده، مين الأندية العربية يلي قدمت لك عروض احتراف وأنت رفضتها؟ صراحة يعني العربي الكويتي كان متواصل معي قبل ما انضم للوحدات الأردني اني انضم له، لكن الوكيل تبعي فضل نادي الوحدات. السبب؟ السبب انه بيحكي لي انه الوحدات ممكن اقرب لي كبداية، العربي الكويتي ما بنعرف وما بنعرف المدير الفني الموجود هناك، ما بنعرف طبيعة، ممكن اتغلب شوي، فحكى لي انه تكون البدايه من طريق الوحدات، ففضلت الوحدات يعني ومشيت على خيار الوكيل. شو السبب الاساسي بتركك نادي حسنيه اغادير والعوده لنادي الظاهريه؟ يعني صراحه بحب اوجه رساله لنادي حسنيه اغادير لانه من افضل الانديه اللي شفتها بحياتي، يعني صراحه نادي كبير. صراحة كان عقدي 3 مواسم، لكن أنا فسخت العقد أول 6 شهور لأنه تواصلوا معي إدارة الظهرية، كان وضع الظهرية صعب النادي تبعي، ففضلت أني أفسخ العقد وأرجع على الظهرية لحتى أنقذه يعني من شبه الهبوط. وبصراحة كان الأمر صعب علي لأنه كان الحلم تبعي أني أحترف وما صدقت وتجي هاي الفرصة، لكن ظروف النادي الام هي اللي غلبت يعني. وفعلا يعني كثير غريب انك تترك فرصه احتراف خارجي لاجل تيجي تنقذ فريقك المحلي هون. مزبوط، يعني كانت هي يعني تجربه كثير حلوه كنت حابه اكمل فيها، لكن كل شيء نصيب. منتابع بالاسئله، فتره من الفترات كنت مصمم تترك نادي الظاهريه، هل واجهت ضغوط اجبرتك على البقاء، ان كان ضغوط عائليه او جماهيريه فينا نحكي؟ مزبوط، يعني فتره من الفترات فكرت اني اطلع من نادي شباب الظاهريه، لانه زي ما الكل بيعرف اليوم كره القدم عباره عن احتراف، وهذا العمل تبع كره القدم، ما بعمل اي شيء ثاني. فتعاقد معي نادي اهل الخليل ووقعت العقد معهم، لكن يعني زي ما بحكي لك الجماهير نادي شباب الظهرية وحتى الإدارة والمحبين منعوني حتى على المباراة الأولى أطلع عليها مع نادي أهل الخليل. ليه منعوني؟ منعوني من حبهم إني ما بدهم إياني أطلع على نادي أهل الخليل أو لأي نادي ثاني، يعني مش بخصوص الأهلي يعني، وأجبروني كمان على الرجعة والبقاء مع النادي. منتابع بأسئلة جمهورك، إذا اعتبرنا شباب الظاهرية النادي الأول بالنسبة لإلك، مين بيجي بالمرتبة الثانية؟ نادي أهل الخليل،
لعبت معهم موسمين حسيتهم زي اهلي يعني تقريبا. فنادي شباب الخليل هو نادي شباب الظهريه، بعدين نادي شباب الاهل الخليلي. حققت معهم بطوله؟ طبعا حققت معهم بطولات الكاس، ولعبنا بغزه ولعبنا بكاس الاتحاد الاسيوي. السؤال يلي بعده بيحكي: هل شعرت بحسرة على إنهاء عقدك في المغرب والعودة للدوري الفلسطيني؟ صراحة تندمت أنا يعني أنا مبسوط إني رجعت عشان الظهري، وصح ما قدرتش رجعه من الهبوط، لكن السنة الثانية رجع يعني نادي شباب الظهري، لعبنا بالاحتراف الجزئي ورجع، لكن أنا دمرت الحلم حياتي الصراحة بالاحتراف. يعني في حسرة فينا نحكي؟ في ندم، وفي نفس الوقت كمان مبسوط انه رجع نادي شباب الظهري لمكانه الطبيعي. كم كانت قيمه عقدك الاحترافي مع الحسنيه اكادير؟ يعني انا حابب اعتذر عن هذا السؤال وما بدي اجاوب عليه، خلي خصوصي شوي. يعني حطعت عليه باس. باس. بما انك حطعت عليه باس فاكيد حتاخذ معي البطاقه صفرة. الصفرة بتحمل معها تحدي، واكيد حابب تعرف شو التحدي اللي حيكون معك لليوم. اكيد. شو التحدي؟ حيكون انك تسدد 5 ركلات جزاء على طريقه البنينكا، بس بما انه احنا بقد التحدي دائما في مفاجات، فحيكون طريقه كثير مختلفه وحتكون في مفاجاه لك. تمام ان شاء الله. يلا اتفضل. كابتن يعطيك العافية. يعطيك عافية. خبرني كيف كان التحدي، شو الشيء الصعب اللي شفته فيه؟ صراحة تحديات صعبة مش سهلة يعني شوي الجو حار، بس بنيكة صعبة شوي مش سهلة يعني، بدها تركيز كبير. والطقس كمان كان صعب عليك شوي؟ صعب جدا علينا. بس هيك أنت أثبتت لجمهورك إنه أنت فعلا قد التحدي. أي الحمد لله إني كنت قد التحدي. نكفي بفقرتنا الأسئلة ونشوف إذا حتكفي فعلا معنا وتكون فعلا قد التحدي أو لا. تمام. يلا. كابتن بهالفقرة عنا مجموعة أسئلة إجابتهم فقط نعم أو لا بلا ما تبرر أي سبب. تمام. بهالفقرة إذا اعتذرت عن إجابة معينة يعني حنشوف إذا حتضل البطاقة الحمراء بإيدي أو حتصير بإيدك. لو حصلت على ضربة جزاء ضد نادي مربوط مصير هبوطه بتسجيلك لهي الركلة بتسجل أو لا؟ نعم. ثاني سؤال بيحكي: هدفك مع أهل الخليل ضد اتحاد الشجاعية هو الهدف الأغلى بمسيرتك؟ نعم. لو يرجع فيك الوقت تلتزم في أوامر المدرب ستيفانو كوزين بخصوص قرار تبديلك في مباراة الشجاعية؟ نعم. ننتقل للسؤال يلي بعده: هل سطوع نجم أحمد ماهر انتهى مع المنتخب الوطني الفلسطيني؟ لا. آخر سؤال بيحكي: قرارك بإنهاء عقدك مع الحسنية أغادير كان قرار غير سليم؟ نعم. بما انه لحد هلا البطاقه الحمراء بايدي فحنتقل للفقره يلي بعدها. الفقره يلي بعدها حخيرك ما بين شغلتين وانت مجبور تختار بس شغله واحده: تسجل المقصيه المشهوره لإلك مع الوحدات او تسجل هدف مع الحسنيه؟ لا، اسجل هدف مع الحسنيه. هدفك مع المنتخب امام عمان او هدفك مع الظهريه بالكعب ضد السموع؟ لا، مع المنتخب ضد عمان. عوده الظهريه لدوري المحترفين او لقب كاس فلسطين مع اهلي الخليل؟ عودة الظهرية للمحترفين. لو خيروك ما بين المدرب عبد الناصر أو نور الدين مين حتختار فيهم؟ بحب أحكي باص. باص على هذا السؤال؟ ما بدي أجاوب. بما أنك ما حتجاوب فهلأ صار وقت أني أعطيك البطاقة الحمراء. طرد صارت في إيدك هاي البطاقة الحمراء هلأ. عارف شو عنا تحديات لليوم؟
ليش لا؟ حتكون انت مخير بثلاث تحديات، في عندنا تحدي مهن اخرى انك تقوم بمهنه ثانيه بعيده عن ميدان كره القدم، وفي عندنا برضه تحدي تمارين رياضيه، حنفرض عليك بعض التمارين الرياضيه يلي لازم انك تقوم فيها، وفي عندنا تحدي تصريحات واقوال، انك او فريق الاعداد يختار تصريحات واقوال انت تنزلها على المواقع الخاصه فيك، شو حتختار؟ راح اختار مهنه ثانيه. مهنه ثانيه، بما انك اخترت مهنه ثانيه فاليوم حنشوفك في شغلة جديدة، اليوم حتحضر لنا وجبة سريعة. أيه. عندك فكرة عن الموضوع؟ لا ما عندي فكرة. من قبل ما حضرت؟ معناته اليوم حنشوفك في تحضير وجبات سريعة. شيف يعني؟ شيف. يعني مش عارفة أختم معك هلأ كابتن أحمد ماهر ولا شيف أحمد ماهر؟ لا خلينا على الكابتن. كابتن أحمد أسهل ماهر. كثير. كيف كانت تجربتك الأولى؟ صراحة الفوتبول أسهل. الفوتبول أسهل؟ كثير. طب بما أنه أنت دائما كنت مميز بمسيرتك، يعني إحنا بنتمنى لك بختام هالحلقة كل التوفيق والاستمرارية أكيد بمجالك. إن شاء الله. كانت الحلقة مليانة حماس وفي تفاصيل صغيرة كانت متعبة، بتحب تعلق على الموضوع؟ زي ما حكيت لك كمان انه كان الشوب بالملعب كثير، وكانت ضربه بانيكا كمان صعبه انك تحطها بالهدف، وبالمطبخ تقشيره البطاطا كمان مش سهله، لقيت فيها صعوبه، صعبه جدا. وبعدين كمان انك تحط الدجاج بالزيت بالزيت بفور الزيت عليك فصعب، فالله يعينهم يعني. الله يعينهم اكيد. فالفوتبول اسهل لي كثير. كل واحد له مجاله فعليا. طيب يعني كانت الحلقة محمسة، وأكيد جمهورك حيتحمس إنه يحضرها ويشوف كل هالتحديات الحلوة اللي صارت معك لليوم. أكيد أنا بتوقع تكون الحلقة حلوة كثير وكانت مشوقة جدا يعني. صح متعبة بس كانت حلوة. أكيد. بوجهك على كاميرتك لحتى تتحدى ضيف حلقتنا الجاي، مين حتتحدى؟ الكابتن هشام الصالحي أبو خالد الحبيب القلب، فالتحدي لك وقول على قد التحدي إن شاء الله أبو خالد. كابتن هشام الصالحي حنشوفك بحلقة جديدة وتحدي جديد أكيد. نشوفكم على خير مشاهدينا.